الطعام وحول كيفية صنع الطبق الذي يتلائم كذلك مع أجواء الصيف يعني تخطر ببال السيدات. مع اقتراب شهر رمضان تزداد حيرة السيدات فيما يخص الأصناف التي يجب أن تقدم خلال هذا الشهر الكريم وبأسلوب متنوع بدون أن تؤثر على صحة الصائم. ومن خلال هذه الفقرة مشاهدينا ومشاهداتنا تحديدا سنقدم لكم بعض الأفكار التي يمكن أن تقوم بها من خلال شهر رمضان المبارك، الأطباق اللذيذة والصحية بنفس الوقت. سعدنا أن نرحب بالشيف عمر حربلي من مطعم الصفدي. صباح الخير. صباح الخير وأهلا وسهلا بوجودك ويانا اليوم. في البداية نحن جدا سعداء بوجودك معنا ويسلموا إيديك على هاي السفرة الرائعة الجميلة اللي قمت بالإشراف عليها وتحضيرها بنفسك. شكرا لك. في البداية كيف يمكن للسيدة أن تحضر قائمة الطعام لشهر رمضان بطريقة سهلة وصحية؟ بالبداية خليني بس بحلول هالشهر الفضيل يعني يكون عنا هيك بالمناسبة قريبة إن شاء الله بحلول شهر رمضان إنه يكون ينعاد على العرب عامة والمسلمين خاصة. ينعاد عليك يا شيف عمر. شكرا لك. بالنسبة لشهر رمضان بتعرفي إنه هو في طريقة تحضير كتير خصوصا لستات البيوت، بس الطريقة الأمثل لحتى تقدر ست البيت تحافظ على نشاطها خلال النهار إنه تكون هي مستعدة للشهر بتحضير أشياء مثلاً تحتاج إنه تتفرز بالفريزر مثل المعجنات السمبوسة كالأساس، هي تكون جاهزة لشهر رمضان، بس يكون عليها بس تحضير الأشياء البسيطة مثل السلطات الصحن الرئيسي كل شيء فريش كل شيء فريش طبعاً. بس اللي بده الكماليات والمقبلات اللي ممكن إننا نحفظها في الثلاجة نعملها من وقت يعني. أكيد حلو. اليوم طبعاً سفرتنا عامرة ومليئة بالأطعمة اللذيذة والملونة، يعني اليوم سفرة تفتح النفس. نعم. يريد تحدثنا شوي شو الأشياء اللي حضرتها لنا اليوم؟ والله رحنا عملنا تقريباً أشياء رمضانية خصوصي بهالشهر، مثل حضرنا الأشياء المجففة، التين، التمر، الزبيب، كل الأنواع موجودة إضافة للمشروبات الرمضانية الخاصة بالشهر، وفي عندنا الحلويات الرمضانية كمان بالإضافة للمقبلات اللبنانية المتعارف عليها التقليدية مثل الفتوش، السلطات، باب الغنوش، القصص كلها هذه يعني معروفة خلال شهر رمضان طبعاً. نعم. بالإضافة لطبقين رئيسيين يكونوا مثلاً عبارة عن دجاج أو لحم أو اللي تكسر فيها اليخنات مثل الكوسة باللبن، الأشياء اللي فيها المرق يعني أنواع المخللات والكبيس كمان الكبيس والمخللات كتير مهمة حتى أكيد. على الصفرة إيه. جميل جدا. ممكن تخبرنا بس على أنواع المقبلات اللي موجودة معانا على هالطاولة اللذيذة جدا؟ إيه في عنا مثل ما شايفين قدامكم في عنا المرق، عنا بالزيت، في بابا غنوج، في الهندي، في المسخن الأصابع، في عنا الكب المقلية، الفطاير الصبارخ، في عنا كمان شوربة العدس. كمان شوربة العدس شيء أساسي خلال شهر رمضان. صحيح. لازم شكل يوم أنا ما أستغني عنها أبدا يوميا في رمضان. أنرجي طبعاً. لازم طبعاً طبعاً. كيف بتحضروها شيف شوربة العدس؟ كيف بنحضر شوربة العدس؟ شو هي يعني سبيشلتي شيف عمر؟ سبيشلتي والله هي يعني شغلتي تتكون من العدس طبعاً، هذا ما فينا نعمل وصفة على التلفزيون. بس هي البيس طبعاً هي العدس والجزر والكرافس. نعم. بالإضافة لمرقة نضيف لمرقة اللحم كمان. نعم. طب طبعا نحن اليوم يمكن مثل ما نعرف إمارة دبي يمكن حافلة بالمطاعم وحافلة أيضا بالأكلات اللبنانية. نعم. بس اليوم مطعم الصفدي يعني يتميز كذلك بنكهة خاصة. نعم. ويعني خلنا شوي نتكلم شو اللي يميز يعني شيف عن الآخر، هل نفسه الطيب على الأكل، هل لمسته السحرية، خبرته، شو اللي يميز هذا الشيف عن الثاني؟ والله هو كل شيف بيتميز بشغله بنفسه بالأكل بصراحة يعني. بس بالمطعم بشكل عام نحن نشتغل على نكون أكلنا لبناني تقليدي بدون ما نحط الإضافات الزيادة. نحن نشتغل تقليدي لبناني حلو مثل ما تعلمناه من أيام الوالدة وأيام من ايام جداتنا. نعم. أيوة جداتنا كمان يعني نحن ما نحاول انه نضيف اشياء جديده المتعارف عليه التقليدي اللبناني المعروف يعني،
هذا نحاول نشتغل عليه دائما عشان هيك ان شاء الله. هذا سر الاستمرار يمكن. هذا سر الاستمرار. حلو. اضافه الى الاصناف اللذيذه اللي هي من مقبلات وسلطات وايضا فطاير، في عندنا الحلويات. الحلويات لها دور كبير ايضا في رمضان، فهناك حلويات خاصه بكم من خلال الشهر الفضيل، تخبرنا عنها اكثر. نعم. هلا مثل ما تعرفوا انه المطعم اللبناني مشهور بحلويات، هي خاصه حلويات الكلاج. الكلاج المحشيه بالقشطه، في عندنا زنود الست، في عندنا العسمليه، في عندنا القطايف بالقشطه كمان. كل الاصناف هذه بتكون موجوده على المائده الرمضانيه بشكل عام. حلو. طبعا هي السبيشالتيز او هي الحلويات الرمضانيه فقط من خلال شهر رمضان، خلال شهر رمضان بتنزلوها بالاضافه للعصائر الرمضانيه كمان خلال شهر رمضان. حلو. نعم. يعني نحن نعرف ايضا ان حلويات زنود السد تعبي في زنود السد. خلنا شوي نتكلم عن الجانب هذا. يعني اليوم في كثير ناس يديرون بالهم على الدايت وعلى صحتهم. نعم. هل تاخذون هذا الامر كذلك في مطعم الصفدي بعين الاعتبار، بحيث انكم تقدمون حلويات يمكن قليله السكر قليله الدسم والى اخره؟ هلا الحلويات هي بشكل عام هي بطبيعتها دسمه. هلا احنا عم نحاول نخفف بالموضوع هذا، بحيث انه عم نحط نحاول نحط الحلويات بالفرن اكثر من نستعمل الفرن للشوي اكثر من الكري. يعني نعم. بطريقه نخفف الوحدات الحراريه اللي تكون بقلب المأكولات، عشان الواحد ياكل هو مطمن. يعني أكيد كيف عمر، عرفت كيف؟ أكيد مع راحتنا. التحضير لشهر رمضان انا متاكده انه يتطلب جهد ووقت كبير. نعم. وفي كل سنه طبعا تسوون او تحضرون منيو أو قائمة طعام خاصة بشهر رمضان، تخبرونا شو حضرتوا هالسنة؟ والله هالسنة بتم تفضلت وحكيتي في عنا قائمة طويلة، هي طبعا المعروفة هي بتبلش من بتكون أطباق يومية؟ أطباق يومية تختلف كل يوم عنك. كل يوم في عنا اختلاف بطبق يومي. أنا اعتمدت هذه السنة أنه خفف كمية الدسم بالأكل. حلو. بستعمل اللخنات اللي فيها اللي يكون فيها اللبن، يكون فيها يخنات فيها البامية والخضار المشكل، يعتمد. نعم. على الخضار المشكل. نعم. بشكل رئيسي، بحيث انه الصائم ما يكون متضايق هو عم بياكل وجبته، ما يكون ثقيل يعني الصائم خلال فترة الافطار. حلو. خاصة اليوم شيف عمر، يعني نحن بشهر رمضان اليوم في فترة الصيف، في اكلات تبعث البرودة على معدة الانسان. نعم. يعني مثل الاشياء اللي فيها لبن. نعم. واليخنات اللي تحتوي على لبن. نعم. هل كذلك اذا انصح اليوم السيدات اللي يتابعونا انهم يتجهون الى اكلات معينة في شهر رمضان، وشو هي الاكلات تحديدا؟ والله الأكلات المعينة بشهر رمضان أنا بعتمد أول شيء أساس يكون عنا الشوربة الرئيسية. نرجع من بعدها نحاول نقرب صحن السلطة كخضار. نعم. نرجع نشتغل على قليل مثلا من المعجنات كميات محددة يعني. بعد المعجنات ممكن نختار نوع من الطبق الرئيسي يكون فيه بروتين كدجاج أو مثل ما قلنا اللبن، لبن المطبوخ، كبة باللبن مثلا، الكوسة باللبن. هالأشياء هذه كلها مفيدة بشهر رمضان. نعم. بتبعث للصائم بضله مرتاح يعني، ما يتعب أو يعطش حتى يعطش في. نعم. في الأيام القادمة. ويحاول إنه الحلويات حتى يكون كميات معتدلة، ويحاول إنه يخفف من الحلويات مثلا المقلية أو يكون فيها كمية دسم كثير. يحاول ياخذ المشمش المجفف، التين، بحيث إنه تساعده إنه تعود له كمية المي السكر اللي... كذلك السكر. نعم. يكون فيها كمية، تحاول تعود له كمية المي اللي فقدها خلال صيامه بالنهار. طيب شايف عمر، نحن تكلمنا عن الفطور. نعم. نتكلم هلأ على السحور. يعني. شو الأطباق الخاصة بالسحور واللي تقدمونها في مطعم الصفدي؟ خلال السحور نحن نعتمد شوي على المناقيش اللبنانية. نعتمد على الفول، الفتات، الحمص، البليلة. الأشياء الخفيفة يعني، بحيث أن الصايم ما يتضايق هو إذا أكلها خلال فترة السحور. هذه الأشياء اللي نعتمد عليها أكثر شيء، بالإضافة للحلويات الخفيفة مثل نسوي السحلب، السحلب مع الكعك. يعني هالأشياء هذه بتخلي الصائم إنه مرتاح. لذيذ. نعم. جدا. وطبعا تحضرون مطعمكم يمكن بأجواء خاصة برمضان، من ديكورات، من طبعاً. طريقة في التقديم إلى ما هنالك. نعم. نعم. أكيد. نعم. إحنا من خلال فترة رمضان بنغير شوي بال يعني مش بالديكور، بنغير شوي الأجواء على الطاولة، أجواء المطعم يعني. بالتحضير على الطاولات، بحيث إنه الزبون بس يجي على المطعم بحس حاله إنه فايت على جو رمضاني. خلال فترة شهر رمضان. نعم. جميل. طبعا جداً. بعد رمضان يأتي العيد، فأنتوا. نعم. أيضا يعني تحسون الشخص عند دخوله إلى مطعمكم إن في أجواء عيد واحتفالات كذلك. نعم. فإيش كثر مهم اليوم إنه يكون الجو المحيط
بهذا الشخص اللي ارتاد مطعمكم، مش كثير مهم يكون متناسب مع المناسبة. يعني في كثير مطاعم يمكن ما تأخذ بعين الاعتبار الديكورات والتغييرات هذه، ولكن كيف تحسون أن هذا الشيء مهم ومرتبط كذلك بنفسية الشخص الذي يدخل عندكم عندما يكون كل الأجواء مسخرة لهذه المناسبة؟ بس يكون بس يجي الشخص على المطعم أو الزبون بشكل عام، بس يحس في تغيير بالمطعم أو تغيير حتى شيء بسيط، حتى لو شيء بسيط بالمطعم ممكن يرتاح نفسيا ويأكل أكثر. نعم، مش يأكل أكثر، يشعر براحة نفسيا إنه في تغييرات، في وجوه عم يشوفها جديدة، عم تعطى معه بطريقة جيدة، يعني بحيث إنه يرغب بال بيقعد ويأخذ راحته أكثر. نعم. نعم. طب شيف عمر، إضافة إلى الحلويات العربية، أنتم مختصين أيضا بالحلويات الغربية. نعم. تخبرنا عنها، لأن ما شاء الله يعني بحر كبير. نعم. الحلويات بالحلويات الغربية، احنا في عنا كافي شوب نقدم فيها الحلويات الغربية مثل جميع أنواع الكيكات، من موسات كلها كمان نقدمها، كمان نعمل أول كيك للأعراس، للبوفيهات الكبيرة، كل احنا عنا الأشياء هذه موجودة هلا حاليا، بالإضافة للأكل العربي والحلويات العربية الموجودة عندنا. نعم، جميل جدا. إحنا بهالمناسبة أيضا أوجه تحية للسيد فادي الصفدي، اللي نتمنى إن شاء الله أن نلتقيه في المستقبل، هو صاحب مطعم الصفدي بإذن الله. إذا خلنا نتكلم أيضا عن نصيحتك شيف عمر. نعم. لكل السيدات، ونحن مقبلين يعني على شهر رمضان خلال أيام بسيطة، شو التكنيك أو شو الطريقة اللي ممكن السيدة أنها تحضر فيها أطباق منوعة يوميا وتبتعد عن الحيرة والتكرار؟ والله هي بصراحة أنه تحضر أطباق يومية بشكل مريح. تعرف في شهر رمضان كل ستات البيوت تكون محتارة شو بدها تسوي طول النهار. في منهم يكتبون لست، أحسن شيء منهم يعملوا لست كل وقت وكل يوم يتبعون هاي اللست. نعم. هلا بس ما قلنا، بس رجعنا بالبداية، فيها تخفف عن حالها بتحضير الأشياء اللي بتحتاج للتفريز، بكون سهل عليها بالتقديم خلال الشهر. كمان يعني إذا حدثت حالها بعد 10 أيام فيها تتوجه لمطاعم كمان تغير شكل المطعم، كمان يغير الواحد شوي. طبعا هل تلاحظون هذا الشيء، إن في بداية رمضان يمكن الإقبال يكون خفيف على المطاعم بعدين يزيد، ولا العكس، ولا ما له داعي، ما له علاقة؟ لا في بداية 10 أيام الأول من رمضان بيحاولوا يجتمعوا بالبيوت أكثر ما إنه العوائل تجتمع البيوت أكثر ما تطلع على المطاعم لبرا. نعم. لأنه بتحطها في شهر فضيل، بحبوا كل لم الشمل داخل البيوت. بس بعد 10 أيام هذه بتبلش العالم تطلع برا، تغير الانواع. يعطيكم الف عافيه. شيف عمر حربلي، شكرا لك من مطعم الصفدي على وجودك معنا وعلى تحضير هالسفره الرائعه، ولازم تسمع تعليقات فريق العمل في الجاليري، كلهم معجبين جدا بهالطاوله. كل عام وانت بخير، يعطيك العافيه. كل عام وانت بخير ويعطيكم الف عافيه. شكرا جزيلا لك. شكرا. ختامها مسك، وختامها عنبر، وختامها اكلات لبنانيه اليوم. طبعا نتذوق هي السفره اكيد. الى هنا طبعا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج دبي هذا الصباح. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بما قدمناه لكم من فقرات لهذا اليوم، ولقاءنا وياكم يتجدد إن شاء الله يوم الأحد القادم. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله. شكرا على حسن المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء، في أمان الله.